عميد مروان شربل أطيب التمنيات. بانتظار أن تنتهي المساعي المبذولة من أجل تشكيل حكومة المهمة، سيبقى البلد عالقا بين مجموعة من التسريبات والسيناريوهات المتعددة الأوصاف، وخصوصا تلك التي تسبب بها أو استجر إليها بيان الرئيس سعد الحريري بشأن إعطاء المالية للطائفة الشيعية، من دون أن يعني هذا القرار اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة أخرى، معتبرا أن هذا القرار هو لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يبنى عليه لتشكيل حكومات. ومخافة ألا تطبق حسابات الحقل على حسابات البيدر، يتعاظم الخوف من أن تكون عقدة المالية كأبرة تخفي خلفها كومة من القش، وهو ما يفرض المزيد من الانتظار للتثبت من أن هذه العقدة يتيمة. وإلى تلك اللحظة التي ستنجلي فيها عملية التأليف، ما تزال البلاد ترزح تحت وطأة النكبة التي تسبب بها انفجار المرفأ في 4 آب، على وقع التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي وفق خطة يبدو أنها طويلة الأمد، والأخطر ألا تنتهي إلى كشف الحقائق المرة التي كانت مخفية تحت عنبر الفساد. في هذه الأجواء تتوزع الاهتمامات بين مختلف الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية، والتي تشابكت وتناسلت إلى أن تحولت كتلة من الهموم، ولم يفلح أهل الحكم والحكومة من مقاربة أي منها حتى اليوم. على هذه الخلفيات تتعدد الأسئلة، ومنها: لبنان إلى أين؟ هل صحيح أنه مصلوب وعالق بين الحياة والموت؟ هل أدت المبادرة الفرنسية مهمتها؟ وهل يمكن أن تقبل باريس بسقوط مبادرتها؟ وأي ثمن عليها دفعه؟ كيف ستدار المرحلة المقبلة؟ وهل وراء مسلسل الحرائق والانفجارات ما لا يدعو إلى الاطمئنان؟ كل هذه الأسئلة سيجيب عليها في هذه الحلقة الوزير السابق للداخلية العميد مروان شربل، فلنرحب به. مساء الخير مع الوزير. مساء الخير لك وللعلقانين بالسيارات هلا عم بيسمعونا. في عجلة سيارة؟ ما في حدا على الطرقات؟ يعني بجوز في محلات، في محلات لا. مع الوزير أول شيء نرحب فيك بلبنان، قضيت موجة 5 أشهر بقينا مزروبين بالمكسيك عند أخوتي. بس حلو، يعني كنت أريح المكسيك من بيروت بتجربة كورونا؟ أنا مزروب ما عم روح ونجي بالبيت عند خيي. كان الوضع الوضع أصعب من بأمريكا اللاتينية، أصعب من هون بكتير. يعني كنت عم تحصل ألوف قبل ما تجي عليها. خيي ساكن بالعاصمة بمكسيكو، عدد سكانها 22 مليون بس ما بيطلعوا حي من هون لأنه كان المجموع ألاف يوميا بأمريكا. بعده لهلا، بعده لهلا. امبارح حكيت مع خيي ومسكرين كل شيء هلا هونيك، حتى إدارات الدولة الرسمية مسكرة. امبارح قال لي بعده جائحة غريبة عجيبة، يعني إيه عم تيجي أقوى من الأول. وبتمنى أنا إنه هون بلبنان بيكفينا اللي فينا، انه ياخذوا كل الاحتياطات وما يستلشقوا. وبسمع مرات على التلفزيون انه هاي الكورونا كذبه وما بعرف شو. لا، الكورونا منا كذبه، الكورونا كتر خير الله انه بعد اجت هيدي الكورونا، واللي عم بيتوفى هن يلي تقريبا مرضى ويلي مصابين بامور تانية. بس ما بدنا نستلشق، لانه بالمكسيك انا عرفت انه في إلى سلبيات حتى لو صحيت منها على مدى معين. بقى نحن منا مضطرين لا ننصاب ولا يكون في إلى سلبيات علينا. الحقيقة خصوصي بهالايام الأخيرة، لأن لنا كثير من الأصدقاء بحالات خطر، إن شاء الله الله. وبعدين هين كتير واحد يحط الماسك الكمامة ماشي، يعني يحط ويبعد عن التاني متر ونص ويغسل إيديه كل ساعتين ثلاثة. شو يعني هذا كل شيء؟ هيدك إن كنت بالبيت مفروض مرة قد عيب الحلقة خاصة عن الكورونا، سألت الطبيب اللي كان معنا قلت له: هل أدكنا نحن شعب وسخ يعني مطلوب منا نغسل إيدينا؟ يعني مش الموضوع مرض يعني إذا بتطلع بالأسانسور وبتحط بإصبعك على الزر بيعديك. شو مع المصاري اللي بتقبضها من السوبر ماركت؟ أنا زميل لألي ضابط انصاب متقاعد، صاب كان بالسوبر ماركت اشترى أغراض وطلع حس انه صار عليه حراره ثانيهم، قال انا ما دقرت شيء الا هالمصريات اللي اعطوني اياهم. فاذا المصاري بالمكسيك حتى الخبز وقت بيدبول عم بيشتغلوا لك لحديت وين هني منتبهين. الخبز وقت بيجي الموظف بيدبه بالكياس
الفران بيدبوا بالاكياس، ما بياكلوا خبز الا ما يسخنوه نتفي على عن على الغاز نتفي. ايه بدك تحرقه يعني، لانه طلع كثير دراسات، طلع البنك المركزي الالماني بنتذكر بعض ما حد ينقل الفيروس، ضلت موضوع نقاش لحد هلا. صدقني لحد هلا بعد مش عارفين كيف، لحد هلا بيتهموا بعضهم سياسيا بين الصين وبين الولايات المتحدة، بس علينا نحن في فيروس موجود. صح، في فيروس موجود. امبارح سمعت وزير الصحة ابن 18 سنة توفى. صح. من 3 أيام. طيب انه مش بس موضوع كبير بالعمر او بس مريض، يعني بيكفي انه لا سمح الله اذا انا صار معي وصحيت عديت اهل بيتي وعديت فلان وعديت فلان. هلا في ضربات بالبيوت، عائلة كاملة واخوان وكلهم نعرفهم الله يعطيهم الصحة. مع الوزير بعد هالمقدمة ما رح نحتار شو بدنا نبلش، معروف البلد مقسوم في 3-4-5. قبل ما تسألني، كان الصبح عندي شاب صاحبي بيرسم. نعم. لك هالعبرة اللي بهالصورة اللي عملها رسام. رسام راسم صخرة الروشة عم تبكي. قلت له شو معناتها يعني؟ قال لي نحن الصخور عنا صارت عم تبكي، واللي وصلونا لهون ما نزلون دمعة بعد. والله قلت له بدي اياها. قال لي برسم لك غيرها. عن جد صور صورة صخرة الروشي عم تبكي دمعة، والصخور عنا عم تبكي وما ما ما, ما نزلون دمعة للي وصلونا لهون. ليك مش كل المسؤولين في كل واحد عنده دور معين، في حاجة من المسؤولية. ايه صحيح. توزع على الكل. يعني شو تأثرت بهالصورة وقلت لعمي معقولة هذا اللي وصلنا له؟ بعدنا منختلف على وزارة المالية ومنختلف، وهيدي لإلي وهلا التوقيع الثالث، وأنا بدي وزارة البيئة وهداك بدي وزارة الداخلية وهذا وزارة يعني كيف؟ ليك مع الوزير قبل ما نكمل، أنت شاعر إنه اليوم اللبنانيين عندهم فرد هم؟ يعني يلي صار بعد المرفأ والانفجار يلي دمر قد ما دمرت بيروت بثلاثين سنة حرب، حاسس أنت إنه في لبنانيين مش معنيين بهذا الملف؟ ديعان 17 تشرين ديعان 2019 ديعانا رح نوصل له، ديعانا ملف ولا ملف. قبل كل شيء مروان شهربيل أهلا وسهلا فيك، ومن وقت يعني انت وجيت تقريبا ما كنت بعد كل الملفات، وقت ما رجعت على البلد بداية بعد كل اللي صار بعد 4 آب والمبادرة الفرنسية، خلينا نبلش بالملف الحكومي. الى اي درجة انت بتقدر توصف المبادرة الفرنسية، وخصوصا وقت اللي حدا بيربطها او بيشبهها بما كان يجري بين الوصاية او السورية او غيرها؟ انا كنت بحلم قبل ما اموت عن جد انه نألف مرة حكومة بدون ما يتدخل حدا من برا، وننتخب رئيس جمهورية بدون ما حدا يتدخل من برا، بس لسوء الحظ بدنا رح يخلونا نموت وهذه ما رح نشوفها. وهلا عم نشوف منيح اللي في اليوم مبادرة فرنسية. انت تتصور لولا من المبادرة الفرنسية وشو كنا بدنا نعمل ولوين بدنا نوصل؟ على كل حال مش اخر الدنيا بالمبادرة الفرنسية، ومش اخر الدنيا بتأليف الحكومة، في اشياء كتير مهمة وصعبة جاية من بعد هذه الحكومة. نعم. لو ما 4 آب كان في مبادرة فرنسية بالحجم، اكيد اذا بدنا نفكر بالموضوع، بس اذا نفكر الموضوع وزير خارجية فرنسا كان بلبنان قبل الانفجار، قبل ب 15 يوم اجى اطلق مبادرة. حقلك اطلق مش اطلق مبادرة، اجى يحس. صح. المسؤولين لانه بالنسبه له سادر بعد ما ماتت. بالنسبه للفرنسيين. نعم. وهني بيعتبروا انه هني الاب الروحي تبع سادر. اجوا يحمسوا اللبنانيين، بس انا بدي اذكرك انه الفرنسويه حابين يجوا على لبنان، وراح اذكرك برئيس جمهوريه فرنسا جاك شيراك وقت اللي اجى بال 2004 وفات على مجلس النواب، ويومتها وهذه بدي اربطها مع اليوم مع حديث ماكرون مع حزب الله، يومتها بنص مجلس النواب أشاد بالوجود السوري بلبنان، وبتتذكر القصة. فإذا كانت يمكن كان عم بيفكر إنه يفوت، بس بده يفوت من باب سوريا على لبنان. امبارح ماكرون أشاد الوحيد اللي وقف مع حزب الله
والوحيد يعني فرنسا اللي بتعترف بحزب الله كحزب فاعل على الأرض. ومن من أنا بأكد لك كمان أنه فات من خلال حزب الله على لبنان، وقال منهم مستعدين أنه يوصلوا للمشكلة اللي وصلوا لها بال 1984 وقت اللي رحلهم 63 شهيد أو عسكري ماتوا بالانفجار اللي صار، وكان بالنهار ذاته ميت 260 واحد من الأمريكان على طريق المطار. نعم نتذكر كلنا. فإذا الفرنسيين اليوم حاسين انه ما بقى لهم بالموقع الجغرافي للبنان. شفت الله بيحبنا انه نحن موجودين على البحر المتوسط. لو نحن موجودين ببقعة موجودة خارج يعني ما إلا موقع الجغرافي المفيد إذا بدك، ما كان حدا سألين عنا، وكلنا قتلنا بعضنا وكلنا أكلنا بعضنا، ويمكن كان لبنان تقسم بشكل أو بآخر. بس اليوم فرنسا عندها مصلحة، وما في دولة أنت فاتحة عندها جمعية خيرية أو فاتحة كاريتاس. طبعا الانفجار اللي صار مبارح هو عجل بدخول فرنسا إلى لبنان، عجل بدخول فرنسا إلى لبنان. جاب الرئيس الفرنسي بعد تأجيل مرتين ثلاثة لزياراته. صحيح عجل وإجا الرئيس ماكرون، يعني ما تنسى يعني كوفيد وكل شيء، ونزل بين الناس وشال الكمامة. هذه المغامرة الفرنسية اللي خاضها الرئيس ماكرون كيف شايفها اليوم ضايعة بالدهليز الداخلية اللبنانية؟ مش ضايعة، يعني أنا بدي أوصل لمطرح تعطيني قراءتك أنه هل يمكن أن نواجه المبادرة الفرنسية بعناوينها الكبرى السياسية؟ الفرنسوي ما يجوا يقولوا الطاقة لمين والصحة لمين والمليم. كيف تعاطى اللبنانيون مع هذه المبادرة؟ وهل شكلت خطر على إمكان سقوطها؟ أكيد مش سقوط المبادرة، يعني سقوط فرنسا بلبنان وسقوط ماكرون كمان بفرنسا. أنا بعرف أنه من 4-5 أيام كانت بلشت المظاهرات بفرنسا ضد ماكرون، وشوف الصحافي والإعلام الفرنسي شو عم بيكتبوا لما تأزمت الأمور أكتر أنه ما في حكومة. وقلنا 3 أسابيع، يعني تخطينا 14 يوم عن المهلة يلي انعطت، أو 10 أيام عن المهلة اللي انعطت للخميس اللي صار لنا جمعة إضافية. نعم جمعة إضافية بقى. نعم. صار لنا تقريبا اليوم يعني صار لنا تقريبا حصل لنا شهر 22 يوم 22 يوم عدين. نعم. بقى مشان هيك فرنسا اليوم أكيد عندها مصلحة أنها تفوت على لبنان. إذا فشلت هيدي المشكلة اليوم، نحن بنعرف أنه الصراع اليوم على الصراع الموجود على محيط البحر المتوسط صراع تركي فرنسي. يعني فرنسا خرجت من سوريا، ما عاد عندها الحضور العسكري اللي موجود، وخرجت من ليبيا، وخرجت ما بقى عندها غير لبنان. يعني إذا راحت المبادرة الفرنسية رح يحط التركي، رح يجي التركي مطرح فرنسا على لبنان، ونحن عم نشوف انه في له تأييد بمناطق معينة. هل قد عضو جد انت الحضور التركي بلبنان وين؟ ما بتعرف، ما اجوا لعندك وقت اللي قالوا نحن مستعدين نعمر البول. كلهم اجوا مستعدين. لا اعلى ما في غير الصومالي ما قالناش مستعدين. لا وحط قال لك نحن البور تبعنا اللي موجود بالإسكندرون نحن بنحطه بتصرف اللبنانيين. وانت بتعرف انه البور اللبناني اليوم اول نتعمر، اول حجر حطوه الاتراك ايام العثمانيين. نعم. بقى مشان هيك فرنسا اليوم عندها موطئ قدم هو لبنان لسببين. السبب الاول هو عندك الغاز والبترول يلي توتال عم متزعمي اليوم، حفر الابار البترول وقفت، هلا بنحكي ليش وقفت. والسبب الثاني انه هذه البلد الوحيد اليوم بمحيط البحر المتوسط الذي يتكلم الفرنسية، وهو بلد فرانكوفوني. نعم. ما رح تتخلى عن لبنان حتى لو ما تألفت حكومة او تأخروا، رح يمكن لك بتمدد شهر واثنين وثلاثة بس مددوا بس ألف حكومة، لانه الخسارة الاكبر هي على فرنسا مش على اللبنانيين وبس. يعني إذا صدقنا أنه فرنسا رح تخسر يعني مش رح نشكل حكومة يمكن إذا تخسر موقع جغرافي. طيب كتير مهم. إذا بدك تقرأ المبادرة الفرنسية بحد ذاتها، في كتير لغط صار أنه الأمريكي بده يفشلها، وحتى في نظرية جديدة أنه كل الأخصام متفقين على أسقاط المبادرة الفرنسية. في حكي عن نوع من الاتفاق غير المباشر بين الإيراني
والتركي والأمريكي والإسرائيلي لإفشال المبادرة الفرنسية بلبنان. إلى أي حد أنت فيك تصدق هذه النظرية؟ أنا طبعا الأمريكان والفرنسيين اتفقوا على مبادرة إلى حدود معينة. نعم. وعلى حديث مع اللبنانيين ضمن حدود معينة. وبدك تشوف شو اللي طلبوه الأمريكان ثمن هذه الموافقة للفرنسيين. في ثمن بدهم يدفعوه الفرنسيين أو بدهم يأمنوه الفرنسيين للأمريكان، يعني بي بي بشكل أو بآخر، يعني ما بدنا نضحك على بعضنا. أنت بتعرف اليوم، أنا برأيي وهذا تحليل لألي، إنه الأمريكان موعودين من الفرنسيين إنه بحجموا مستقبلا حزب الله وسلاح حزب الله، والروس في سوريا بحجموا الوجود الإيراني بسوريا، والاثنين بيتكاملوا مع بعضهم. هل بقدرة الفرنسي أو أي طرف اليوم؟ هلأ لا، بعدين ما بعرف. يعني اليوم خلينا ناخد هالموضوع بالزيت لأنه صار في لغة. هيك بدي أقول لك شغلة قبل ما تقلي، لما نقاله نحن بدنا وزارة المال، هو لحتى وزارة المال لحتى يعني يقولوا للفرنسيين أو يقولوا لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إنه نحن يبتعتونا هاي ما في حكومة. لمين عم بيقولوا؟ لمين رئيس؟ عم بيقولوا للفرنسيين، والدليل إنه تدخلوا الفرنسيين مع الرئيس الحريري وقالوا وطلبوا منه إنه خي يعطيهم وزارة المالية، معلش ضمن شروط معينة حتى الرئيس الحريري. طيب رح نوصل لأن ورقة الحريري تستحق الدراسة والبحث بشكل خاص. وقت اللي بتحكي عن المبادرة الفرنسية وبتحكي عن الشروط الأمريكية، هل قصد الأمريكيون، هل عجلوا ببرامج العقوبات على وزير المال السابق علي حسن خليل ويوسف فينس لضرب المبادرة الفرنسية؟ طبعا. أم لتزخيمها؟ لضرب المبادرة الفرنسية إذا ضربت، وإذ ضربت، لأنه بدل ما يقولوا الثنائي الشيعي إن نحن تابع خي ما بدنا وزارة المالية لأنه أنتوا فرضتوا عقوبة على وزير مالية كان تابع لحركة أمل، تكبش أمل حزب الله أو الثنائي الشيعي بوزارة المالية تكبش أضر المبادرة الفرنسية ولم يضر الأمريكان. يعني مزبوط، ما كان مطروح قبل العقوبات تمسك الشيعة بالمالية؟ أنا برأيي إيه مزبوط. أنا بحكيك يعني مقابل في التميز بموقف رئيس بري بمعلومات إنه رئيس بري كان ما عنده مشكلة قبل العقوبات بس. نعم. حزب الله طبعا، وقت تقول حزب الله بك تقول إيران بالنهاية. صح. ما فيكش تقول حزب الله لوحده. لو تبرأت منه يعني العقوب اليوم على وزير المالية علي حسن خليل محافظ الألقاب. نعم. ويوسف فينيانوس هي عقوبة على إيران، هيك مش بس عقوبة على هاتنين ولا بس عقوبة على أمل وحزب الله، عقوبة كمان من ضمن العقوبات اللي عم تفرضون أمريكا على إيران. يعني مزبوطة النظرية اللي عم بتقول بكرة إذا أعطينا المالية للشيعة لن تقلع المفاوضات مع صندوق النقد لأنه الأمريكي بالنتيجة بده يقرر بصندوق. هذا اللي كنت بدي وصل لك لقاله. شو معناته هذا الخوف؟ هلأ على الفرنسيين أن يلعبوا الدور كتير مهم، وإلا كمان بفشلوا الكلام المعسول اللي وعدنا فيه إذا ألفنا حكومة وعدنا فيه ماكرون. هذه المشكلة الكبيرة، وإذا نحن صندوق النقد الدولي اللي أمريكا حاطة إيد عليه وهي من أكبر المساهمين بالصندوق. بدك تشوف. واليوم فيلتمان كلامه معبر على هالموضوع هذا، وقت اللي قال يعني عم بيقول لك إنه بدنا حكومة، شو بكون بدنا حكومة ما يكون فيها حزب الله. طيب إذا نجح الرئيس بري والثنائي الشيعي وقدم أسماء بعيدة كل البعد على المنطق الحزبي، شو معناتها؟ هل سيعتبر وزيرا حياديا بكرة مستقلا بالبال يعني لمجرد أنه شيعي يعني حزب الله؟ ما في شيء يعني، لأنه سيقدم لائحة وسيختار رئيس من بيناتهم. عارف إذا المبادرة اللي أطلقها والكلمة لما سموه رئيس حكومة. نعم. مصطفى أديب حكي كلمة، فإذا كل هالكلام اللي حكيه لما بيقول في مداورة وبدنا وزراء مستقلين وحكومة مصغرة وهالثلاثة مش رح يصيروا، فإذا بتكون سقطت الكلمة اللي كتبها هو، وبكون رجعنا على حكومة مقنعة اسمها حكومة الوفاق الوطني، وهذه ما رح توصلنا لنتيجة إذا عن جد رح تصير. شو بيكون جن الثنائي الشيعي من كل هالقصة؟ يعني
الخطوة سيدفع ثمنها لبنان، مش بيكون تعقدت الأمور ودفع حقها لبنان، وبتكون إيران موجودة على الخط إنه نحن اللي منمشي الأمور بلبنان مش أمريكا ولا فرنسا. وإيران بتجيب لنا المال من صندوق النقد ويلي هي طالبة 5 مليار من أدار 2019 وما أعطاها صندوق قد ما نعمل قد ما نعمل ما فرقني ما يعني بالنهاية إيران اقتصاديا واجتماعيا ونقديا وماليا لبنان بعده أحسن. ايه اوكي عم بقوله إيه؟ انه باي شو بشو بدنا نفتخر بكره اذا رحنا على التجربه الايرانيه بالموضوع المال. ما راح تروح على التجربه الايرانيه بس او التجربه الفنزويليه او جورج ما راح نوصل عليهم في. انا راح اقول لك لوين بدنا نوصل من بعد تتالف الحكومه في في كب في تك في تكبيش اليوم في كل واحد باش. عم في كبيش في كل واحد عم بيعض على على اصبعه اللي بيقول اخ بالاول يلي هو يلي بيرخي بيسحب اصبعه من تمه. انا اللي بدي اقول لك اياه انه اليوم الكل اللي عم بتشوفه الكل اللي عم بتشوفه بلبنان هو صراع امريكي ايراني وفاتت فرنسا بالنص وانت بتعرف المصلح مرات له تلتين القتله. فتحت لي باب تاسالك ما زي الحدا بده عض بده يصرخ اولا هل صرخ الرئيس سعد الحريري قلت امبارح قبل الثنائي انا بسمي وقت اللي قال انا بسمي الرئيس الحريري والله عن جد هذا رئيس الحكومه ذو القلب الابيض عن جد يعني بانتخابه لرئيس الجمهوريه تحمل المسؤوليه وانا عرفت انه وقت اللي قال انا بدي ننتخب الجنرال عون رئيس جمهوريه السعوديين قالوا له انت تحمل المسؤوليه ودفع الثمن واليوم ذو القلب الابيض بده يدفع الثمن. والاكبر دليل اكبر ثمن تلقاه ثاني يوم او بنهار ذاته بعد ساعه هو موقف الامين رؤساء الحكومات مش رؤساء الحكومات يا رأي مشير رؤساء الحكومات موقف الملك سلمان ملك سلمان لما انتهم حزب الله انه انت اللي مخرب المخرب لبنان وانت اللي مدمر والانفجار اللي شو صار الرابط شو الرابط بين يعني رئيس الحريري حط ضوابط قال لي مره واحده وقال انه لن تتكرر التجربه ولن يشكل عرف ولن تشكل حكومات لاحقه على هذا المنوال. جورج الى اي درجه هذا الكلام يشكل ضمان يا جورج يا حبيبي ولك الدستور اللبناني موجود ومضي عليه الكل ويمكن حلف اليمين عليه باتفاق الطائف وما بيتنفذ هلا بيتنفذ الكلام اللي حكي الرئيس الحريري. يعني انا كنت بتمنى ما يقولها هالكلمه بتمنى كان ما يقول لي مره واحده لانه شو الضماني انه بالحكومه الجاي انه هيدي حتكون لمره واحده ولن تكون لمره واحده لانه لمره واحده اذا بقيت هالكلمه اما مرت الجاي ما في حكومه بقى خلص انتهى الدور واما سنمر على موضوع كتير مهم هو اعاده نظر بالنظام اللبناني. هيدي المرحله الثانيه اللي جايه وقريبا قريبا رئيس الجمهوريه حكي عن الدوله المدنيه وانا هون لي تعليق على الموضوع. يعني حتى اجاب شو بيأخروا بيقدم الموضوع يعني اذا بدك تكارس يعني بده يصير في طاوله حوار المتحاورين بدهم يناقشوا طيب شو الحل خيي بدنا نشوف شو الحل بدكم صيغه جديده بدكم مؤتمر تاسيسي بدكم عقد اجتماعي جديد شو اللي بدكم اياه. نعم بقى أنا بأكد لك إنه العشرة رح يكون عندهم 10 آراء إذا قاعدين على هالطاولة مع رئيس جمهورية وعم بيتحاوروا وإذا كان بده يطرحوا الدولة المدنية اللي أنا بضحك وقت بيقولوا دولة مدنية بضحك لأنه هذه لن تصل ولن نصل إلى دولة مدنية لأنه البلد نحن بالدستور دولة مدنية دولة طائفية بالممارسة نتغطى بالدستور. أنا بدي أسألك سؤال جورج طيب أول دليل أنك أنت بدك تعمل دولة مدنية لازم نعترف بشغلتين الزواج المدني ما هيك؟ تجربتك الأولى تجربتي الأولى أنا تزوجت 13 زيجة مدنية على أيام وزارة الداخلية وما رديت على حدا سجلتهم وكل شيء كيف لكان وقت اللي إجا من بعد مني الوزير مشنوق هلأ لأسباب سياسية ولأسباب دينية يمكن أنهى مفعيل قراراتك ولا ما عاد كمل يزوج بس ما لغيهم اللي ما بيقدر يلغيهم ما بيقدر يعني بتسجلوا على سجل الأحوال الشخصية فإذا الشغلة الثانية غير الزواج المدني
هو الأحوال الشخصية. نعم. أنت فيك توحد فيك يعني كيف فيك تقنعوا لرجال الدين إنه الزواج هيك بيكون، الإرث هيك بيكون، والحضانة هيك بتكون، وإيش بدي خبرك بعد؟ هذا فيك تعملها. إذا ما عملنا هودة معناتها ما في دولة مدنية. الدولة المدنية هي يعني كل اللبنانيين اللي موجودين على الأراضي اللبنانية، وكل من يحمل هوية لبنانية يخضع لشروط وقوانين موحدة. ومن هنا أقول لك إنه بس يجيبوا سيرة الدولة المدنية بتحكي. يعني دعوة الرئيس بري لدولة مدينة وقبله فخامة الرئيس جورج كله هذا كله إنه ده شو هلا شو جورج يعني؟ بقول لك مين رح يصدقنا يعني؟ ما رح يصدق. أنا بقول لك الشغلة الوحيدة يلي بتريحنا نوعا ما هو اللا مركزية الإدارية الموسعة واللا حصرية. اللا حصرية هيدي شغلة كتير مهمة. والقانون مشروع حصري بشو كمان اللا حصري بالمرأة. هلا بخبرك بشرح لك اياهم اثنين اذا بدك جديد نستعمل لا مركزي بس لا حصري. حتى في ناس كتير ما بيعرفوا شو اللا مركزي. تزادوا كلمه موسعه باتفاق الطائف اخذت مشكل لانه كانت اللا مركزي لمن اداريه الموسعه يعني هي يعني وقت اللي بتقول اللا مركزي الاداريه الموسعه يعني ايجال ماتيماتيك مو ايجال اللا مركزيه بلس اللا حصريه. اللا حصريه شو هي يعني؟ يعني إذا أنت ابن البترون هيك صار عندك مشكل بالبترون بدك تروح على طرابلس لحتى مدعي العام يمضي لك الشكوى بهالمشكلة اللي صار معك. ليش ما بيكون في ممثل للنيابة العامة بالبترون؟ ليش ما بيكون في لكل وزارات الدولة في ممثلين بكل قضاء؟ هي اللاحصرية. اللاحصرية أهم من اللامركزية. اللامركزية هي بتحكي عن انتخاب، طبعا انتخاب هيئة مجالس المناطق. هيئة المناطق. هيئة المناطق مش بس انتخاب مجالس محلية، هي بيكون عندها القرار المستقل وبيكون عندها المالية المستقلة. يعني انت ابن البترون تدفع ضريبة مش مضطر ابن شكة يخدر عنك مثلا. أقول إذا أنا بحكي بنفس القضاء. نعم. ها هي بس ها ممكن وهذه انحكت باتفاق الطائف. بس ليش ما رح يقبلوا فيها كمان؟ رح لك ليش ما يقبلوا فيها؟ لأنه خايفين أنه هذه تكون مدخل للفيدرالية. هو هاتنين اللي قلت لك عنه يكون مدخل للفيدرالية. طيب خيي هيك استقلينا باللامركزية الإدارية الموسعة وباللاحصرية، طيب وصرنا عايشين كل واحد عايش بالقضاء تبعه، طيب فلتكون خيي نزيدها أكثر ويكون عنا هيك حكم ذاتي، نوع من الحكم الذاتي بالمناطق اللي نحن ساكنين فيها. ما في حل جورج، ما في حل إلا لنوصل للفيدرالية الناعمة، مش الفيدرالية اللي بنعرفها برا موجودة بأوروبا. نحن مين خايف من اليوم اللي خايف من الفيدرالية؟ يا خي طبقة وجه الله يا خي ما في اليوم في فريق في فرق. يعني اليوم اللبنانيين مقسومين قسمين، قسم قوي وقسم ضعيف. هاي المعيدة اللي بدي أوصل لها. بظل هذا اللا توازن هل يمكن أن نبحث بتعديلات دستورية أو بنظام جديد؟ ما فيك. كيف؟ ما بتقدر على طاولة الحوار. ما بدي أقول هيدا سلاح وغيره. عم بقول لا مش بس حزب الله، مش بس حزب الله. يعني وقت اللي بيقول لك نحن وقفنا العد، الرئيس الحريري الله يرحمه. شو معنات وقفنا العد؟ شو يعني عم بيحكيك إنه إذا بتحكي كلمة بعد بدنا نبلش نعد؟ هيدا العد هو كمان بخوف. بخوف مين؟ بخوف الأقلية، مسيحيين ودروز وما بعرف إذا شو في. هذه المشكلة اليوم اللي نحن مش بس إنه سلاح حزب الله يوم من الأيام مش رح يبقى معه لا سلاح ولا بخوف ولا رح يستعمله بالداخل حتى يفرض عليك نظام. مش مزبوط هذا الكلام، ومش من باب الدفاع، بس ما رح يستعمل السلاح لا يفرض عليك النظام. بس بمجرد ما أنا قاعد أنا من الفريق الضعيف. يعني الفريق الضعيف في مسيحي فريق ضعيف، في سني فريق ضعيف، في شيعي فريق ضعيف، لأنه مش الكل بأيده الأحزاب اللي موجودة. بمجرد ما أنت تكون قاعد على هالطاولة في فريقين، في فريق قوي وفي فريق ضعيف. الفريق الضعيف ما حيقدر يفرض رأيه وقراره مثل ما هو. ياخذ شيء من حقوقه إذا ما رح يقدر يفرض رأيه وقراره مثل ما هو بده، خاصة إذا رأيه وقراره بخالف الرأي الآخر. يعني بأي ظرف بدنا نبلش يعني شو اللي ناطرينه تبلش نحكي ما حدا ضد تطوير النظام. ما بتصور في حدا على وجه الأراضي اللبنانية من أي طرف كان سني شيعي درزي كاثوليك كردي ما بعرف شو إلى آخره، ما حدا ضد تطوير النظام بالمشاكل العملائية. بس بظل هذا لا توازن على مستوى السلطة شفنا يعني امبارح مين
مين؟ من رئيس الجمهورية لآخر طرف حزبي، مين كان مع حصر المالية بالشيعة غير الثنائي الشيعي؟ ورح تنقلب الآية والثنائي الشيعي ياخذ البلدية. لذلك عم بقول، عم بقول لك جورج هيدا فائض قوة. يعني لو وليد جمرات إيه لا ما كان ردوا عليه. لو الثنائي في ثنائي مسيحي، ما بقى في ثنائي مسيحي، كان في مشروع فاشل من غير خيش مشروع. أربعة قادة مسيحيين، ولا واحد بيحكي مع الثاني وموارني إيه ما بعرف كيف. يعني عن جد ما عم بفهم، يعني ما عم بيشوفوا ما عم بيفكروا بالوجود المسيح ده. من مال بفوتوا على الكنيسة بيصلبوا يدن على وجههم، من مال بسيط على برا منيح لي ما في سلاح وبيستعملوه ضد بعضهم. يعني منيح لعب تنقضى بعدها يعني على الوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أو بمثبات من هون ومن هون. نعم. بس يعني أنا مش من هاك عم بقول لك، الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله مستقوي بخلافات البقية مع بعضهم، مستقوي بخلافات البقية مع. أنا بأكد لك أنه في خلاف بين أمل وحزب الله بس ما فيك تعرفه. صح. ومبارح راح أتير بين بعضهم من شي 5-6 أيام أو أسبوع، كتير فوارق ولك كيف انحلت بالتي هي أحسن. وكأنه يعني تصور كان بارح على ميرنا شلوح يروح أتير، شو كان صار بين تيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية. نعم. بدير ما هلأ يفكروا اليوم يشوفوا كيف. طيب ما في عن جد هيك واحد يفكر ويقول خي بدي اجمعهم مع بعضهم، يكون هيك ناتر ما قالوا على يجمعهم مع بعضهم. لو شو ما بده يصير، لو المصلح بده ياكل قتله بس يجمعهم مع بعضهم. رايك البطريرك الراعي بعد بيكرر التجربه؟ ليك انا ما تشوفه وقت ما رجعت على لبنان شفته؟ بنحكي لا بعد ما شفته، لانه ما قدرت شفته بسبب الكورونا، وانا عم بتحشى هلا بس يرجع على البطريركية بيجوني اكيد بدي يطلع شوفه وناخذ البركه كمان. نعم. بقى بدي اقول لك مشان هيك خي جورج، الخلاف اليوم المسيحي عم بضعف الوجود المسيحي بلبنان، مش عم بالعكس عم بقوي الفريق الاخر. والدليل اليوم لك انا اللي شفته مثلا وبرافو، انه الوزير علي حسن خليل راح زار المفتي، ما بيزور البترك، لانه بيقول لك خي ليش بدي زور البترك، ما طالما هني مقسومين على اللي قالوا البترك، هني المسيحيين مقسومين على اللي قالوا البترك. مشان هيك بالاخر، واللي بيخوفني اكثر واكثر انه بكره يمكن بهاليومين وهلا بنحكي عنها بتاليف الحكومه، انه كان الخلاف بين الرئيس الحريري سني وبين الثنائي الشيعي كشيعي على تاليف الحكومه، انسحب الرئيس الحريري بكره، زدتوا الطابه بملعب رئيس الجمهوريه، بكره حتشوفوا على الارض الخلاف اليوم. اذا رئيس جمهوريه مثلا ما الف الحكومه إلا بي برضاه هو، لأنه هو طبعا شريك أساسي جدا أساسي، منه كاتب عادل هو ولا ساعي بريد. ساعتها شو ما رح يقولوا أنه أنت في مادة بالقانون 41 بتقول أنه رئيس جمهورية شريك أساسي، رح يقولوا لك انتقل الخلاف من سني مسيحي، مسيحي شيعي لمسيحي شيعي. عم تتوقع يعني مسيحي شيعي، وهذا هو الدليل. أنا أعطيك مثل من بعد الكلام اللي قاله غبطة البترك، وحر غبطة البترك يحكي اللي بده اياه، شوف شو اللي صار وشو جاوبه المفتي أبلان بالكلام. يعني هل كان الرد بمستوى كلام البطريرك؟ يا اخي عم بقول لك انه شو عم بيصير هلا، ما عم بقول اذا للاسف يعني ما انا مش عم الله يرحم الشيخ محمد بهلي شمس الدين ولغته يا جور يا جور، كله بالنهايه جورج. بدي اقول لك المحاور الدينيه باغلبها محاور تتعاطى السياسه اكثر ما تتعاطى الدين، الصلاه والدين. إيه طبعا يعني في وجه اكيد، بس فيه. وبعدين بس في منطق للامور. اوكي انه هلا لو كان ليش بدنا نضحك على بعضنا، انه كثير انقرزوا من الكلام اللي قاله غبطة البترك، مع انه البترك شو قال؟ عم بيحكي رايه من هالمشكله، عم بيحكي دستوره انه عم بيحكي رايه، افترض ترك لي دستوره انه عم بيحكي رايي خي، لا دريتك ولا شيء. المفتي أبلان ما بيقدر يحكي هالكلام اللي حكيه لو ما في أباط طبعا. مشان هيك أنا اللي خوفني إنه بكرة انتقلت الطابة لرئيس الجمهورية، وبكرة مين رح ينتقد رئيس الجمهورية؟ بتعرف مين رح ينتقد؟ المسيحيين يلي هم ضد رئيس الجمهورية رح ينتقدوا ويقولوا له خي أنت اللي سبب، أنت صار بدك هلأ، صار بدك جبران باسيلي يألف الحكومة، صار بدك تحط أسماء المسيحيين مثل ما أنت بدك، بينما نسيوا انه اسماء السني من حطهم واسماء الشيعة من حطهم.
واليوم الاجتماع اللي صار بين 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 الخليلين اكيد يعطيو تخليل معه لائحه الاسماء، اعطينه لائحه الاسماء، بينما رئيس الجمهوريه اللي هو المخول بتاليف الحكومه والدور الاساسي هو رئيس الحكومه بتاليف الحكومه، ما بالنهايه صار الحق على رئيس الجمهوريه. وبكره حتشوف تتذكر كلامي بتحكيني من هلا ليومين بس توصل مسوده التشكيله لرئيس الجمهوريه ويأخرها 24 ساعه رح تطلع الضجه من اخصام المسيحيين بالاول، من اخصام المسيحيين وثم تنتقل الى الشارع الاخر. انت برايك مش راكبه تشكيله ال14 والايحاء الخارجي لانه محطوط مواصفات لمسؤولين حتى اللوائح، هلا اللوائح هلا اللي عم ينحكى فيها هلا انه اختاروا الشيعة وكذا في توافق ضمني على بعض الاسماء، ما الناس عارفه بعض اليوم في اسماء واضحه. الوزير علي حسن خليل اليوم نزل حتى يحكي مع سماحة المفتي ويقول له انه خيي معلش خليني خفف شوي، نحن هالمرة بدنا هالاسامي خليها تمشي معنا هالاسامي يعني عشان ما نوتر الاجواء. بس كلنا بنعرف في اسماء بباريس مطروحة من 10 ايام بيرجع بينحكى فيها وغيره، بس من سيكشف هذه اللعبة؟ نيالي اللي معه جنسية فرنسية رح يصير وزير، انا ما معي جنسية فرنسية. لا لا في كلام كتير عن حكومة المتصرفية يعني بعدين بنحكي فيها يمكن بعد بكير. كنت عم تحكي بشغلة وانتقدوا الرئيس الحريري ورئيس الحكومة ورؤساء الحكومات انه هني عم بيشكلوا الحكومة. اذا رجعت 15 يوم او 20 يوم لورا، ما كان شرط الزامي عند الاتفاق على الرئيس اديب ان يكون الرئيس الحريري راعيا لعملية التشكيل ويمسك مصطفى اديب بايده بكرة ويساعده ويتبنى هذا الرئيس؟ كيف بتتذكر له اليوم اذا الرئيس الحريري عم بيتدخل بتشكيل؟ هذه الغلطة، هاي الغلطة. لا انا عم بحكي عن الثنائي، حتى الثنائي الشيعي مش بس انا بدي انتقد، بدي انتقد الرباعي السني. انتم عم بتطالبوا انه يطبق اتفاق الطائف ويطبق الدستور اللبناني، انتم بالخيار اللي عملتوه انتم خالفتوا الدستور اللبناني. يعني نحن قالوا نحن بدنا فلان وطلعوا الباقي بصموا نقينا فلان، مش هيك بتقول الاستشارات الإلزامية لرئيس الجمهورية؟ مش هيك. طيب وعشو عملتوا حملتكم على رئيس الجمهورية؟ يعني بيجبروك مرات الدافع، عشو عملتوا حملتكم على رئيس الجمهورية انه تأخر بالاستشارات؟ ما هو تأخر بالاستشارات ليوصل للنتيجة اللي انتوا وصلتوا لها بالأول. انتوا مش هيك وصلتوا بالاستشارات بين بعضكم؟ وصلتوا وقلتوا نحن بدنا مصطفى أديب، طلعوا لفوق وبسموا لكم مصطفى أديب. طيب لو رئيس الجمهورية بتأخر بالاستشارات ليوصل للي انتوا وصلتوا له، بس انتوا سبقتوا أو انتوا يمكن استشاراتكم ملزمة أكثر من استشارات رئيس الجمهورية. الخطأ اللي صار لحتى ما يحرجوا رئيس الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية وقف بآخر خطاب مع الرباعي السني يعني مع رؤساء الحكومات، وقف معهم وقت اللي قال أنا مع المداورة ووزع الأربع حقائب الأساسية على الطوائف الأقليات، بدل ما يوقفوا معه طلعت المبادرة تبع الرئيس الحريري. تعرف وين الخطأ اللي صار؟ لازم الرئيس الحريري يقول له لمصطفى أديب أنا هيك هيك رح أنا هيدا المبادرة تبعي قبل ما أعلنها، طلع اتفق تحاور أنت ورئيس الجمهورية وحطه بالجو، ما تحرجوا لرئيس الجمهورية لأنه رئيس الجمهورية وقف معنا ما وقف ضدنا بهذا الموضوع. بيّن أنه لا صار في سبق بهذا الموضوع وهذا اللي عكر الأجواء، ويعني وكأنه المبادرة اللي أطلق رئيس الجمهورية كأنه ما لها قيمة انه منوزع. بالعكس اليوم يعني في تفسير انه مبادره الجمهوريه هي اللي حشرت الطرفين ودفعت الى المخرج. لا 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 لا, لا. وقت لقى الرئيس عون قال انا ما بقى عندي مهله انطر، ما بقى في انطر، وحدد المواقف، قال رؤساء الحكومات هيك، الثنائي الشيعي هيك، انا هيك. طيب بدي اسالك سؤال، هل مكن التوصيف اللي عمله رئيس الجمهوريه الفرنسيين من ممارسه ضغوط اكثر للتعجيل بفكت؟ حقلك شغلي. وإذا كان ورح أسألك سؤال فرد برا، وإذا كانت قصة المالية الإبرة اللي بتغبي وراها كومي من الأزمات الأخرى، مش كومي شو رح يبين؟ مش كومي من الأزمات الكبرى. في رح نجي تذكر كلامي خلال الإصلاحات اللي بتقوم فيها هيدي الحكومة هلا يلي هي أنا برأيي شكلتها وخلصت يعني ما أكيد بتتألف حكومة. نعم. ولا ممكن ما تتألف حكومة. نعم. ما راح تعيش أكثر من لأول الربيع الجاي 6 أشهر، بده ينحكى بصيغة جديدة للنظام اللبناني. نعم. بس هل هالصيغة
قابله للتحقيق. هذه المشكله ما بعرف اذا فيها اذا قابله ولا لا، خاصه وانه رئيس الجمهوريه بيدعي هون على طاوله حوار، الزعلانين منه ما بيطلعوا، بس بيجي ماكرون لهون بيروحوا دغري بيجتمعوا هني ويا مرتين وبيقولوا له بامرك اللي بدك اياه نحن جاهزين. بركي بكره بالصيغه الجديده بتنعمل، بدل ما تنعمل بعبده بتنعمل بباريس الصيغه الجديده على لبنان، لانه هيك هيك تعود عنا الطائف الدعم. ماشي ماشي ما. ما في سمي لشيء نعمل نعمل بلبنان الا ما نعمل برا. اتفاق القاهره، اتفاق الطائف، اتفاق الدوحه، اتفاق لوزان، اتفاق ربنا، وشو اللي بدك بعد؟ في شيء نعمل على الارض اللبنان، كانه لبنان مش موجود، كانه اللي حاكميننا ما لهم علاقه، كانه ما معهم جنسيه لبنانيه، بس معهم باغلبيتهم مجلس النواب. لو تشوف كان في واحد معه جنسيه اجنبيه من 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 مجلس النواب. وهوني عن جد يعني انا هيك مش بستخف انه واحد ترشح على الانتخابات ويحمل جنسيه غير جنسيته اللبنانيه، وينتخب رئيس جمهوريه الاجنبي اللي معه هويته معه باسبوره، وبينتخب بالوقت ذاته رئيس جمهورية لبنان. يعني ولاءه اثنين، يعني قلبه مقسوم قسمين. لك شوف كيف موزعه، يعني شو بسموه بالعربي في سرية، علمنا بالسيانس البوتين الأيمن والأيسر، شو بيقولوا له البوتين الأيمن البوتين.